شوط جديد. نتابع مشاهدينا الاعزاء انطلاقه الشوط الثالث عشر في مجموعة اشواط هذا الصباح، والشوط الثالث عشر خاص بفية الابكار. جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة رصدت للفائز في المركز الاول وبقية المراكز حتى المركز العاشر، جوائز نقدية قيمة قدمت لجميع الفائزين بالعشر المراكز المتقدمة خلال هذا الانطلاق وخلال هذا التحدي الرائع والجميل. نتابع المقدمة ونسير مشاهدينا الاعزاء لدى صدارة هذا الشوط وفي المركز الاول. هنا تاتي مشاهدينا الاعزاء اللي على المركز الاول خلال هذه الانطلاقة. الشاهينية لها سيد حمد بن نابت بن خيلة من تاتي بمقدمة هذا الشوط وبالمركز الاول. لننتقل مباشرة الى المركز الثاني من الجانب الاخر. سمحة تاتي ايضا في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل. يا سلام، هناك سمحة لسعادة سار بن راشد بن محمد النيادي المركز الثالث. هنا دخول مع المركز الثالث الوحش لا سيتصاب غالب بن راشد المنصوري. والمركز الرابع تاتي الجزيرة لا سيد احمد بن محمد بن خلف المزروعي، خذت المركز الرابع. خامس المراكز مشاهدينا الاعزاء، راقبوا هذا الدخول والتدخل الجميل للقاية مع هذه الاسماء. هنا ايضا وصل الدرر محمد بن سهيل بن عويضان العامري، خذت المركز الرابع. المركز الخامس تدخل جميل مشاهدينا الاعزاء، خداع السلطان بن حمد بن مطر بن عمير شانتي مع المركز الخامس. سادسا الزهره بدر بن سويرش بن محمد الوهيبي من يقدم الزهره على المركز السادس. سابعا ايضا من الجانب الاخر لسيد سالم بن راشد بن غدير. وثامنا هنا الدخول مشاهدينا الاعزاء مع المركز الثامن في هذه اللحظات، وصلت الفاتح عبيد بن مبارك بن عبيد الكتبي، خذت المركز الثامن. تاسع المراكز تاتي هنا ايضا الكايدة السيد بن سالم القناص العامري، وعاشرا تدخل جميل للقايه من هيلمان سلطان بن محمد بن سعيد العامري، خذت المركز العاشر 1200. خلاص يا اخواني بدا التحرك ياتي من كل حد من وصوب لانطلاقه هذه الاسماء والتبادل السريع ما بين المراكز المتقدمه في هذا الانطلاق. المقدمه والمركز الاول القياده درر تاتي على مقدمه هذا الشوط محمد بن سهيل بن عويضان العامري. وصول خطير، وصول خطير، الله، عبرت العابره، عبرت العابره الى مقدمه هذا الشوط. اغدير بن حميد بن خميس الايديلي القادم من السلطنه مع انطلاقه العابره اللي غيرت الى المقدمه. المركز الثاني تحرك الدرر محمد بن سهيل بن عويضان العامري، ومن الجانب الاخر الله يا سلام، راقبوا هذا التبادل السريع، راقبوا هذا التحدي المثير للقائمه. هذه الاسماء وصلت الكبسوله محمد بن حليس العويسي من يقدم الكبسوله، غيرت الى المقدمه، اعلنت بالانطلاق مع الصداره. المركز الرابع تاتي هناك ايضا هقوه 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 ايضا بالفوز والانتصار اغدير بن خادم الزرعي. دخول على المركز الخامس، دخول على المركز الخامس. هنا تاتي الكايده سالم سالم القناص العامري، الله، ولكن المقدمه. خلاص جوله الاوامر النهائيه، خلاص خلاص، الله 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 الله، هنا الكبسوله غيرت، غيرت الى المقدمه، اعلنت بالانطلاقه محمد بن حليس العويسي. وصول خطير، وصول خطير، هنا مقتله مقتله مقتله، وصل شعار بن عوضي محمد بن عوضي بن يحيى بن هالي من يقدم هذا الاسم في هذا الانطلاق. ولكن الاسماء الخطيره، الاسماء الخطيره، المقدمه والصداره، القياده والمركز الاول، الله يا سلام. الكبسوله ما زالت مسيطره على مقدمه هذا الشوط، ما زالت مع الصداره، ما زالت مع القياده خلال هذا الانطلاق. الكبسوله، الكبسوله محمد بن حليس العويسي من يقدم هذا الاسم في هذا الانطلاق. سلام سلام لاهالي السلطنه، سلام لاهالي جعلان من خلال انطلاقه الكبسوله بمقدمه هذا الشوط. المركز الثاني كان ايضا من نصيب مقتل سيد محمد بن عوضي بن يحيى بن هالي، والمركز الثالث العابر لسيد غدير بن حميد بن خميس الايديلي، بينما المركز الرابع كان هناك ايضا الوصول مشاهدينا الاعزاء من بضة بيان محمد بن حمد بن منقوت العامري. والمركز الخامس ايضا درر لسيد محمد بن السير بن عويضان العامري، اتت في المركز
الخامس، تحدي وإثارة قوية حتى الأمتار الأخيرة، ولكن استطاع العويسي أن يعدي ناموس هذا الشوط إلى أهالي السلطنة من خلال انطلاقة الكبسولة التي قدمت العروض الممتازة والأداء المميز في الانطلاق الرائع والجميل. محمد بن حليس بن حسابان العويسي الذي أعلن أيضا بانطلاقة هذا الاسم لتأتي بتحقيق الفوز والناموس خلال هذا الانطلاق وخلال أيضا هذا التحدي الرائع والجميل بانطلاقة هذه الأسماء القوية. ما شاء الله، ها هي أيضا لحظات التجاوز ولحظات التحدي حتى الأمتار الأخيرة، كانت أيضا بتوقيت زمني 4:30:08 من الثانية. ثانية لنا السيد محمد بن حليس بن حسابان العويسي المركز الثاني، كان من نصيب أيضا مقفة لسيد محمد بن عوضي بن يحيى المنهالي بتوقيت زمني 4:00. أربع دقائق 31 ثانية، 5 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث كان من نصيب العابرة لسيد غدير بن حميد بن خميس الإيديلي. أتت وقدمت الحروب بما فيها الكفاية وكانت في قمة المنافسة حتى الأمتار الأخيرة، والقادم أيضا من السلطنة في هذه الانطلاقات بتوقيت زمني مقداره لا شك 4 دقائق. 4:34 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لكل الفائزين.